مرحبا. اشهر كسكروت في دوس كسكروت عبد الرحيم هذا الحقيقه، يعني بوراك نجم نصور معه الا عبد الرحيم اصعب واحد في دوس. هذا كسكروت من الصاروخ هذا، نجم نقول ضربه هذا كسكروت عبد الرحيم. قول لنا عاد شنو فيه عاد عبد الرحيم؟ هذا فيه الهريسه والسردينه. واضح اني معاك نتبع فيك. بطاطا وزيتون هاك التونه هكا ولا اني غلط؟ هذا التونه. هاي والسردينه ويني؟ هاي السردينه. اه واضح هكيه والله ما عرفت. باهي كيف نبيعوه توا هذا؟ بشتر ولا بالواحد؟ بشتر. اه بشتر صندوق. في عظمه بعد نحطوا اوبسيون عظمه. هذا اللي يحب. هذا اشهر ساندويتش في دوز، يعني ديما زحمه ضربوين وصاحب هنا. اوكي تشوف الناس كل ياكلوا هوني معروفين، يحطوا السردينه قبل الهريسه يظن فيهم بعد الهريسه. بعد الهريسه هذه السردينه. شنو السر نتاع الساندويتش نتاعك؟ الناس كل يحكوا عليه خونا الهادي. الناس كل السردينه مفرومه هي سردينة سبيسيالة. خاطر الناس كل يحكيوا على عبد الرحيم عبد الرحيم، جماعة الخارج تو راهم بداو يكتبوا تو ساندويتش كسكروت عبد الرحيم عبد الرحيم. الحقيقة احنا ما فهمناش معناتها شنو فيها، ما هو على عينينا نشوف. هذه السردينة قال لك سبيسيال. اوكي هريسة زاد يظل ضربة الهريسة عندها قيمتها تاع الدنيا. هاو قدامكم الهريسة يحط بالكيلو. واحد عادي. وزيد عظم نقسمه على اثنين، يعني الكيلو ياخذ شطر. نفهم الشطر بقد ايه؟ الشطر ب 1750 تو الزوال ياكل هو، لكن اللي ياكل ما يعاود. ها تشوف زحمه ضربوني ساندوتش عبد الرحيم مشهور كيما احنا عندنا في المستير ساندوتش صلوح، هم عندهم عبد الرحيم ضرب. ها تشوف صاحبنا هادي بعد زوجتهم. تو منين تبداو الصباح؟ بكري من الثلاثة نتاع الصباح. ما الثلاثة نتاع الصباح، جماعة دوز هوني يقوموا بكري، اليوم قمت 8 ونص آخر واحد قمت. تسعة أنت قلت لي السامبال ما أنا آخر واحد سامبال ما آخر واحد قمت. في الفطور قد روحي وحدي. ثلاثة الربايين نتاعهم. هاي البارح العشية مليان كومبلي، اليوم قد روحي وحدي، قالوا لي أنت آخر واحد جيت. أنت قداش كنت؟ قوموا بكري. هذا عادي اعطيني ثلاثه كل واحد في كل واحد في عضو. كما تشاهدون اصدقائنا تشوفوا على عينيكم هذا اليوم الوقت 10:05 ويبداوا الصباح بكري من الماضي ثلاثه تن سردين العباد. كنت تقول لهم خذوا بلا فروج مير ولا ساندويتش عبد الرحيم ياخذوا ساندويتش هذا. حرين عملوه حرين هذه الزوزه حرين يحب حرين. حط لهم 200 جرام تشوف يشتي هوني مع جوز يشتي يموتوا على ساندويتش عبد الرحيم. شنو السر اخونا الهادي؟ والله بسر يعني مخي وقف. الحقيقه راني حبيت نصور تو عندي 3 سنين ما نجمش نصور هوني، قالوا لي بكثر الزحمه ما تنجمش تزوج. شنو السر؟ شنو السر؟ شنو السر؟ احكي لي شنو السر؟ وزحمه ضربوني العباد ورا بعضها صب كيلومتر قدام الهانوت. ارجع لي العادي تو ارجع عادي. باخير؟ حرحره عباد زحمه ضربوني اخونا هادي. ها هذا شويه هيك سيف ما تعديت كل شويه. هذا قال شويه جمهور بالحق من السنس قدام الحانوت تبدا له. ايه بره الصباح ياكلوا بكري انتم ماني جد مخا نسمى يا موني يحبوه الجو العربي الهريسة والجو هذا عنده مالية ولا موني كل حاجة عنده مالية. بعد خيري خيري متاع قروانة. لا
سلام وين؟ صديقي وين؟ ديما تشري خيري ديما؟ هو ديما هو الراجل قال لك على بعضه هو سلم في داره هو ديما هون؟ واحد هذا سندوتش خيري حار شو خيري قد حطيت له طلع هريسة ها؟ والف وسبعمية سندوتش يطلع خاصة الواحد قطهم له هريسة وال هذا يبدأ ما تلازم تصبح يأكلوك ماذا تلازم؟ عندك اللحم مفروم زاد ايوه هكا السته نتاع الصباح من السته خير يحب الكمون حط له الكمون حل عيون حتى هو دونك اصدقائنا ساندوتش عبد الرحيم معروف في دوز حتى جماعه الخارج تو اللي تفرجوا معنا تو جماعه الخارج اللي تفرجوا من المانيا وفرنسا كلهم راهو تو ريقتهم شاه مع الدوز اللي عايشوا برا توا برجوا على الساندويتش هذا يعملوا جو شنو يعملوا جو يا ولدي عبد الرحيم اكتبوا لي جمهور هو يا سيدي ابو بكر قال لك اسكروت عبد الرحيم بنين اكتبوا لي ترى يا ولدي كيلو هريسه والله يطلع خاسر 1700 اسمه جمهور اكتبوا لي جمهور عبد الرحيم ما تش يكتبوا لكم اقراوا لي كومنتير جمهور اقراوا اقراوا شنو باش يكتبوا على الساندويتش عبد الرحيم لا اللي شراو ما عنده الاولاد البلاد اللي عايشوا هوني ولا جاو دوز ولا مستنسين ياكلوا مش اي واحد يكتب راهو عنده ماليه حاجه دي عنده ماليه دونك جمهور هذا عبد الرحيم عنده جمهوره كما نقولوا احنا ساندوتش شناب مثلا في سوسه عنده جمهوره يعني واحد اخر ما يحبش كل واحد وذوقه هكا ولا صاحبي لك ها اذواق اذواق 1700 رياض برام جوك على الرياض حبهم هذا بعد يفهموا كان اللي يأكلوا راهو ديما يفهموا الجو هذا كان مالي يعني واحد من الناس نتفرج هو تجرب سي سيدي نجربوا تو نحصل هو قال لي جربوا نحصل نجربوا احنا ديما نجرب ديما دوب التن هاو دوب الهريسه ودوب التن ودوب العظم وطلع صاروخ انا صاروخ انا ما تشوف الناس كل تاكل في الصوارخ 1700 صاروخ هوني كاين رخص البشاشة بجوز هريسة انت والجمهور الكليون حب الهريسة قالوا لك برشا هريسة قلنا الهادي شنو نجاوبوهم الناس حسب الطلب الهريسة حسب الطلب حسب الطلب انت شايف دوبر تن هون ناس تاكل لما تلاتة متاع الصباح الاربعة الخمسة انا قلت لكم هو زر الصوارخ لو معايا قدا عنا من دقيقة قدا من صاروخ خرج شو الصوارخ وحدكم الصوارخ جو جو هون هاو هريس هاو ده ايش طير هريس ده روح حطوا العظم بعد قدامكم العظم هذي قال لك سردينة سبيسيال عنده سردينة سبيسيال أصدقائنا الأعزاء من مدينة دوز الكسكروت الشعبي الكسكروت معروف أشهر حاجة ماكلة في دوز هي الكسكروت عبد الرحيم
كشكروت عبد الرحيم هو الأشهر، هو الأشهر في مدينة دوس. صغيرة هذا ما كيما نشوفوا الادم حسب الطلب، حسب الطلب اوبسيون هاتوا عظيمة عظيمة تون سردين أصدقائنا كما تشاهدون راه سيرجي صب لك السترون خلينا نبلوكي واحد الاخر حسام منوش رمزي بس تبديل واحد عادي هو خالص بلوك خلينا نبلوكي شوية على بعض لا واحد عادي حاله هيا بريك الرمز يا حاله اصفر ليه اكمرك هاي يس هذا لقاءنا الاعزاء على هذا الساندويتش نقول لكم الى لقاء الناس كل باي باي.